بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بداية سلسلة عن البحث العلمي. البحث العلمي بيبدأ بفكرة، الفكرة دي كخريطة طريق. احنا عندنا فكرة، سواء انت متخصص في مجال معين ولديك خبرة كافية ان انت تشوف فين الموضوعات اللي ممكن تشتغل عليها، لاحظت ملاحظة وتريد إثباتها، فدي أول خطوة في المسار بتاعك. او انت كنت ضمن فريق بحثي وهم اختاروا موضوع وانت هتشتغل معاهم، او ان انت ليك مشرفين والمشرف اقترح عليك موضوع مناسب، فبالشكل ده انت هتمشي على خطة واضحة. طيب ما عندكش فكرة، يعني هتدور على فكرة. هتدور ازاي؟ هتشوف المجلات في التخصص بتاعك، تشوف التخصص بتاعك وتشوف المجلات العلمية في التخصص ده، والجورنالز هنحكي عنها في آخر السلسلة ازاي توصل لها وتعرفها. لكن عموما ببساطة لو دخلت على سكوبس هيجيب لك الجورنالز في التخصص بتاعك بالترتيب، فبتشوف أعلى جورنالز وتشوف الأبحاث المنشورة فيها. لا شك ان كل ما يكون البحث أقوى، يعني فرصته ان هو ينشر في مجلة أقوى أكبر، لكن برضو ممكن تلاقي مجلة يعني مثلا ترتيبها متأخر وبحث قوي نشر فيها، إما لأن الباحثين يعني ما كانش عندهم استعداد من ناحية الوقت والفلوس وكده إن هم ينشروا في مجلة عالية. لكن عموما أنت بتدور في بعض المجلات، مش هتدور يعني في مثلا تخصصك في 1400 مجلة ولا 100 مجلة، مش هتدور فيهم كلهم، هتدور في عدد منهم وليكن 10، فاختار أفضل مجلات. والفكرة اللي هي يعني ايه حديثة ومحدش اشتغل عليها لوكالي في بلدك، فدي ممكن تكون ايه فكرة بحثية قوية. فده بالنسبة لايه للمجلات العلمية في التخصص. رقم 2، حضور مؤتمرات. لو انت بتحضر مؤتمرات وفي لسه يعني ابستراكت عن فكرة جديدة منشورة، فممكن تدي لك ايه فكرة تشتغل عليها. او لو انت بتتابع ناس على جوجل سكولر او على ريسيرش جيت وشفت انهم نشروا موضوع وعجبك الموضوع ممكن تشتغل فيه، وطبعا تستخدم الشات جي بي تي زي ما هنشوف في تاني حلقة في السلسلة، استخدام الشات جي بي تي في إيجاد الأفكار وفي تحسين الأفكار. فوصلنا احنا الفكرة، عايزين نختبر صلاحيتها. كتير من الناس تشتغل على أفكار هي انتهت، الأفكار دي انتهت تماما، يعني من عقود، ممكن من 10 20 30 سنة. فازاي تختبر صلاحية الفكرة؟ ان انت تدخل على جوجل سكولر وتكتب العنوان بتاع البحث بتاعك زي ما هنشوف عمليا لاحقا، وتعمل نطاق مخصص، يعني ابحث لي في آخر 5 سنوات. فإذا الفكرة البحثية دي لسه متداولة على جوجل سكولر في آخر 5 سنوات، إذن هي valid idea وممكن تشتغل عليها. وقبل ما تعمل تخصيص للفكرة بتاعتك، أنت ما تعملش نطاق مخصص وابحث عنها مباشرة. لو جاب لك إن نتائج البحث كانت 1995، إيه خلاص يعني الفكرة قتلت ليها 30 سنة مثلا أو حوالي 30 سنة، فكده خلاص إيه ابعد عن الفكرة دي. أو تشوف إيه إزاي تحسنها، أنت خلاص حب الفيلد ده وحب الموضوع ده، فحاول تشوف نوليدج جاب، يعني إيه حتة ما حدش غطاها. الدراسات السابقة كانت بتقول والله عايزين نعمل أبحاث أكتر في الحتة دي، أو الحتة دي عليها ديبيت أو فيها خلاف، ميتا أناليسيز اتعملت في الموضوع وكانت الأبحاث متناقضة والنقطة البحثية مش محسومة، فبالتالي أنت ممكن تشتغل على الحتة دي. فأنت محتاج توصل إلى إيه نوليدج جاب تتعرف عليها، سواء أنت كنت إكسبرت أو شفت البيبرز اللي كانت بتحكي عن هذه النوليدج جاب. رقم 2، الشات جي بي تي زي ما هنشوف برضو عمليا ازاي هو ممكن يدي لك انسايت، ايه الحتة اللي ممكن تشتغل عليها. اطلب منه 10 اقتراحات، هيكون من ضمن الاقتراحات دي 2 مثلا هيعجبوك. تمام، فدي كانت الخطوات. لو عندك فكرة، ما عندكش فكرة، ازاي تختبر الفكرة اللي انت وصلت لها؟ طب طلعت مش صحيحة، او حتى طلعت صحيحة وانت عايز تحسنها ازاي. وطبعا الفكرة البحثية الجيدة لها مواصفات ان هي تكون مهمة ومثيرة للاهتمام في مجال الدراسة المحدد، عشان لما تنشرها بعد كده المجلة تاخدها. اغلب المجلات بتهتم بالدراسات ذات النتائج الايجابية اللي بتقول لك والله كذا بيأثر في كذا، لكن اغلب المجلات مش بتكون متشجعة ان هي تاخد دراسة سلبية، ما عدا مجلات قليلة. وبرضو لازم يعني الفكرة مهمة، يعني ما تكونش مش valid، يعني منتهية من سنة من 10 سنين، فبرضو هتلاقي الإديتور مباشرة أول ما تبعت له البيبر لاحقا البحث بتاعك هيرفضه.
فلازم تكون الفكرة البحثية مهمة ومثيرة للاهتمام. المجلات عايزة سيتيشن، عايزة الناس تقرأها وعايزة الباحثين يقتبسوا منها، فبالتالي لو فكرة مش قوية فرصتها ان هي تنشر في المجلات مش قوية. رقم اتنين، قابلة للتحقق، انا هعرف اتأكد منها، قابلة للتطبيق، هعرف انفذها، يكون عندي الادوات اللي هتساعدني في تنفيذها، ويكون لو انا بشتغل على حالات في حالات موجودة بالفعل، ما تكونش حاجة نادرة، ومحددة واضحة، بلاش المواضيع اللي هو دور كذا في كذا، لا دي يعني ايه، خليك محدد اكتر، عندك سؤال بحثي وهتجاوب عنه بوضوح، بعد كده بتناسب مهاراتك واهتماماتك بقدر الامكان. يعني دي كانت ببساطة يعني ايه اضاءات في الفكرة البحثية، وان شاء الله عبر هذه السلسلة هنتطرق لمواضيع اخرى مهمة، وتمنيتي للجميع بالتوفيق.